الجيش الوطني الشعبي الذي صنع البلاد، أصحاب مدنية مجي عسكرية. هؤلاء القوم الذين كانوا ينادون بتدخل الجيش في 88 في السنوات اللي مضت، يوم أن كان الجيش يقوده ضباط فرنسا، ولما جا الزمان وجا الجيش الوطني الشعبي وقادوه قادة من صلب الشعب من المجاهدين الأشاوس، والتحموا مع الشعب وفي حراك الشعب، قال هذا القوم قالوا مدنية ماشي عسكرية، رغم أن الحياة السياسية الآن في الجزائر يعلمها القاصي والداني أنها مدنية وبامتياز.